تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح سير أداء اللجنة الصحية في بعثة الحج اليمنية بمكة المكرمة والخدمات المقدمة للحجاج في مساكنهم. واطلع الوزير من رئيس اللجنة الدكتور حسين الأعوش على الخدمات المقدمة للحجاج والتجهيزات والترتيبات الطبية المرافقة لحجاج بلادنا في المشاعر المقدسة، مشددا على أهمية تحمل المسؤولية في تقديم أفضل الخدمات الصحية اللازمة للحجاج والتعامل باحترافية مع أي حالات طارئة. ودعا وزير الصحة العامة والسكان الحجاج إلى الالتزام بتعليمات السلامة والحرص على الإكثار من شرب المياه والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر نظرا لارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الأيام. شكرا جزيلا للتغطية الإعلامية المميزة لبعثة الحج في مختلف الجوانب، ولا شك أن الجانب الطبي أنه له أولوية كبيرة سواء من وزارة الصحة أو من وزارة الأوقاف، والحمد لله أنه كان هناك ترتيب جيد هذا العام، وإن شاء الله نتمنى أن تتم على خير هذا الحج هذا العام. لحد الآن الحمد لله الأمور طيبة، تم تأسيس عدد ما يقارب 13 عيادة في مختلف الأبراج ترعى مختلف المرضى، وتم تزويدها بكافة الأدوية والعلاجات المطلوبة، وهناك تنسيق كبير مع الأخوان في المملكة العربية السعودية نقل أي حالات خطيرة، والحمد لله لدينا عدد حالات بسيط لا يتجاوز 10 حالات اللي هي حالات اللي هي أدخلت المستشفيات وتحت الرعاية الطبية المتوسطة أو الحرجة، لكن بقية الحالات بسيطة، قدمت خدمات طبية كبيرة جدا، ونأمل إن شاء الله أن يتم الحج هذا على هذا المسار. نحن لدينا تحدي كبير وخصوصا مع الحركة الكبيرة التي ستكون في يوم عرفات ويوم منى، ولذلك نأمل من الأخوان الحجاج أن يلتزموا بالإرشادات الصحية التي تعطى لهم، من أهمها عدم التعرض لضربات الشمس وشرب الكثير من المياه، كون هذه هي المرحلة حرجة وكونها سيتعرضوا لإجهاد كبير، ونخاف على المرضى ذوي الحالات المزمنة أو كبار في السن أنهم يتعرضوا لمضاعفات، ولذلك نتمنى أن يتم الالتزام بالإرشادات الصحية، وأن يقوم سواء المرشدين أو الكادر الصحي أو مشرفي الأفواج برعايتهم وأبعادهم عن الإجهاد أو التعرض للشمس إن شاء الله.